هتاخد دفعه معنويه كبيره جدا ان هي تقدر ان هي تخش. كلنا عارفين ان في تساوي في النقاط، لكن الزمالك لغايه دلوقتي هيخصم منه 3 نقاط في نهايه الموسم. قول لي ايه رايك في ماتش بكره، قول لي انت شايف ماتش بكره عامل ازاي؟ ماتش بكره مهم للفريقين اهميه كبيره جدا. بشوف ان هو اهميته طبعا بتكمن في ان الفرقتين كل فريق عايز ال3 نقط وهيخسر التاني 3 نقط، يعني مش بس انا هستفاد بال3 نقط بتوعي في الترتيب، في حاله في الترتيب او هبتعد عن الفريق التاني، لا الفريق التاني كمان هيبتعد عني ال3 نقط. فهو ماتش نقدر نقول عليه ان هو زي ايه؟ زي ماتش الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك لما بيجوا يتنافسوا على قمه الدوري زمان قبل كده كان الماتش ده مهم، ماتش ب6 نقط زي ما بيقولوا، لكن الماتش ده ودخول بيراميدز كفريق كبير وفريق منافس ممكن يخطف منك المركز الثاني، فتحول اهميه الماتش ده لان شبيهه باهميه ماتش الاهلي والزمالك، ان الزمالك عايز يكسب الماتش ده لان بيراميدز منافس مش فريق عادي. يعني مع كامل احترامي للفرق كلها، مع كامل احترامي لفرق الدوري المصري كله، هي فرق عريقه والفرق الشعبيه تحديدا كمان، بس لما كان زمان بيحصل ان فريق بينافس على المركز الثاني زي مثلا ما حصل مع المقاولين السنه دي، انت بيبقى عندك شك دايما في النفس بتاع الفريق ده ممكن يوصل لحد فين. فحتى لما كان مثلا لنفترض ان المقاولين كسب الزمالك، انت عندك شكوك ان المقاولين ممكن يقع الماتش اللي بعده، وده اللي حصل فعلا. المقاولين خسر من الجونه فما استفادش بال3 نقط اللي خدهم من الزمالك، والزمالك قدر ان هو يعوض خسارته ويفوز على ايه. انت بتتكلم يا امير، خلي بالك بس عشان القصه تبقى يعني نبقى فاهم الناس برضه، انتوا الاثنين اصحاب اصول صحفيه، انتوا الاثنين صحفيين، فانتوا الاثنين يعني هتتاكدوا كلامي ده. انا لما جيت رجعت الاكبر 3 بادجتس في افريقيا لقيتهم ان هم الزمالك والاهلي وبيراميدز. مظبوط، خلي بالك. او والقيمه التسويقيه للثلاث فرق، فانت بتتكلم ان في فرق كبير جدا. عماد النحاس بطل النهارده ان هو يقدر ان هو ينافس الناس دي ويخش، يحاول يخش في مراقبة. كل فرقه بتخش مع الثلاثه دول ابطال، ابطال حقيقيين. ايهاب جلال مع المقصه لما حصل على المركز الثاني بطل. ولما بقول ايهاب جلال ما بقولش ايهاب جلال، بقول المقصه المنظومه والشغل اللي اتعمل. فانت بتتكلم النهارده المقاولين في الثمانينات يا امير كانت قوته ايه؟ قوه المقاولين كانت في الثمانينات؟ القوه الشرائيه. القوه الشرائيه كانت جايه من ايه؟ جايه من شركه المقاولين. شركه المقاولين العرب في افريقيا. شركه المقاولين العرب كان عندها طبعا المهندس عثمان احمد عثمان الله يرحمه كان عندهم ذكاء كبير جدا ان هم استغلوا النتورك والعلاقات بتاعت شركه المقاولين العرب والافرع بتاعتها في افريقيا في ان هم يجيبوا لعيبه جامده. فراحوا جابوا لعيبه زي انطوان بيل، وجابوا لعيبه زي رزاق، ولعيبه كتيره جدا جابوهم من افريقيا، وقدروا ان هم يكونوا فريق، وكان عندهم الامكانيات الماديه، كان عندهم امكانيات ماديه كبيره جدا. النهارده ده معلش اقطع كلامك يا ميدو، تاريخيا كمان يعني غزل المحله في السبعينيات كان مستند على الشركه وعلى قوه الشركه. ترسانه في الخمسينات والستينات، يعني دايما الفرق اللي عارف ترسانه دي كانت، انت عارفها؟ طبعا ترسانه دي كانت ترسانه، فدايما الفرق اللي قرعت الاهلي والزمالك واللي قدروا ان هم يقفوا قصاد الاهلي والزمالك كانت فرق مستنده على بادجت قوي. فكره الفكره الحالمه اللي الناس بتحلم فيها انك تطلع لعيبه وانك تجيب لعيبه صغيره وانك تعمل حاله كرويه حلوه، دي مش واقعيه في الكوره عشان الناس تبقى فاهمه ده. واللي عمله بيراميدز ده الواقع اللي بتعيشوا الكرة مش بس في مصر، حتى في العالم كله. يعني الذكاء الكبير دلوقتي يا امير برضه عشان الناس تفهم، ان دلوقتي بقى في ناس كتيره جدا بتخصص جزء من الارباح بتاع شركات معينه بيمتلكوها يصرفوا عليها على كره القدم، وده تعويضا لان مفيش عوائد كافيه من الرعاه ومن البث. فالنهارده لما تيجي النهارده تشوف النهارده نادي زي وادي دجله، وادي دجله بيستقطع جزء من التسويق بتاع وادي دجله للعقارات والانديه بيحطه في فرقه الكوره. نادي اف سي مصر نفس الكلام، بيستقطع جزء من الشركه بتاعتهم، عندهم شركه ثانيه بتاعت ديجيتال بيشتغلوها، ان هم بيستقطعوا جزء من الارباح ان هم يصرفوا على فرقه الكوره، انديه ثانيه. عشان كده هتلاقي اكتر الانديه اصحاب الازمات الحقيقيه هي الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه هي اللي بتميل على المحافظه، هي اللي بتحاول ان هي تاخد دعم من رئيس النادي بشكل شخصي، وده المفروض ما يبقاش موجود. يعني المفروض يا جماعه ان الانديه الشعبيه دي هي اللي عندها الهيستوري وعندها الفان بيز. كمان اوجه الصرف رايحه عامله ازاي؟ يعني انت لما بتبقى الاهلي او الزمالك انت مش بس بتصرف على فريق كره القدم، انت بتصرف على النادي الاجتماعي، بتصرف على المؤسسات بتاعه النادي، بتصرف على فروع النادي، في اوجه للصرف كتيره.